السيد رئيس مجلس القضاء على السيد فايق زيدان كان قد قالها ببيان رسمي وبتصريح إعلامي: إذا أردتم إلى الأمور وإلى هذا البلد أن يستقر فالعلة الحقيقية بمراجعة إلى النصوص الدستورية، بمعنى الانسداد السياسي وما يحصل من أزمات، كما قال به السيد فايق زيدان، أن أذهبوا لإصلاح المنظومة الدستورية لأنها الآن توفر حتى على عمل القضاء مادة دستورية تتكلم تقف عند حد معين، ما بعدها المشرع لا يكمل، وهذا وضع القضاء بإحراج كبير. نعم، بالتأكيد بالتأكيد هنالك نهايات سائبة لكثير من بنود الدستور، لذلك لكن من يذهب إلى تعديل هذا الدستور؟ أليس الكتل السياسية؟ الكتل السياسية المشكلة اليوم متمسكة، لا تزال متمسكة برأيها اليوم، متمسكة بما تريد من مغانم ومكاسب، لحد هذه اللحظة لم تتبلور لديهم فكرة مغادرة المحاصصة أو مغادرة التوافقية، لذلك من يجلس في قبة البرلمان من أجل فتح الدستور والخوض في دواخله، لأن الدستور كتب في وقت كانت هنالك يعني عملية استثنائية، لكن اليوم بعدما نضج الفكر نضج الواقع يجب أن تعدل كثير من أمور الدستور. لكن يا سيد نجم، أستاذ نجم، المشكلة نحن اليوم في الكتل السياسية، هذه الكتل السياسية لحد هذه اللحظة لم تعي حجم الخطورة التي ممكن أن تحصل، وبالتالي الجميع سيكون خاسرين. مع الأسف أنا أرى أنه لا توجد لدينا رجالات سياسة حقيقة، لدينا رجال ميدان، لدينا رجالات استخبارات، وبالتالي هم امتهنوا السياسة، وبالتالي من يمتهن السياسة لا يمكن من خلالها بناء بلد. لذلك اليوم تراهم انهم عندما يذهب باتجاه تغيير جزئي للخارطة السياسية العراقية نلاحظ انهم يقفوا عاجزين عن الذهاب باتجاه هذا التغيير، لانهم يستشعروا خطرا انهم اذا ما ذهبوا بهذا الاتجاه قد يخسروا ما يمتلكونه. بالتالي لا تبنى البلدان بهذا الوضع، لا يبنى العراق، ولا تبنى اي شيء في العراق ممكن بهذه الآلية وبهذه الخطط السياسية التي هم يمتلكونها. هم ليس لديهم لحد هذه اللحظة، نحن نتكلم التيار الصدري لليوم لديه مشروع ممكن أن نذهب خلفه ونرى ما هو هذا المشروع، وبالتالي الإطار لحد هذه اللحظة يتكلم عن حكومة وتشكيل حكومة، لكن ليس لديه خارطة وتوقيتات ممكن أن يجلبها إلى طاولة حوار.